إذا أمكن إحنا تكلمنا منذ البداية واستفتينا ممكن الإخوة المتصلين عن جملة أمانيهم في السنة الجديدة. أكيد تتفاوت كل شخص حسب ممكن نظرته للحياة، معطياته، المحيطين به، يعني تتغير الأماني. لكن قاعدة تحقيق الأماني في رأيك هل تحتاج إلى خطة لأن تكون ناجحا فيها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكرك على الموضوع القيم اللي تفضلتي به. فقط أريد كما قال الفيلسوف جون لوك، يعني ضبط المفاهيم والمصطلحات أول وآخر المنطق. إذا أردنا أن نتحدث في موضوع ما، أولا لابد من نقوم من شرح المفاهيم. فلما نقول أمنية، فالأمنية في اللغة عند العرب هي الرجاء من غير عمل. أوكي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن مفهوم الأمنية هو الرجاء من غير عمل. وبالتالي حنا نتحدث الآن عن شيء مهم وهو يسمى بالأهداف أو صناعة الأهداف أو الوصول إلى الأهداف أو ما يسمى عندنا في التنمية البشرية التخطيط الاستراتيجي. إذن فالتخطيط الاستراتيجي أو الوصول إلى الأهداف لابد من خطة، لابد من وضع خارطة للطريق. فخارطة الطريق تعتمد على أشياء مهمة جدا. أول شيء هو الحصيلة. أن إنسان أي مشروع في حياته يحتاج إلى حصيلة، يحتاج إلى رؤية. يعني أن الإنسان لا ينطلق في أي مشروع إلا والحصيلة في ذهنه، أين يريد الذهاب، ماذا يريد من هذا الهدف. إذن وضع الأهداف لابد من دراسة، هل الهدف الذي سأصل إليه هل سيخدم مجالات الحياة الأخرى، كيف سيؤثر على الجانب الصحي، على الجانب الروحي، على الجانب المادي إلى غير ذلك. فلابد أن نقتنع بالهدف أولا، لأن كثير من الأهداف يعني لا نقتنع بها كثيرا أو لا تمس احتياجاتنا الحقيقية، وبالتالي يحسبها الظمآن ما، فإذا أتاها لم يجدها شيئا. إذا نحتاج أولا دراسة الهدف وتفحيص الهدف، فنقوم بتحليل الهدف ومدى تأثيره على حياتنا وعلى مستقبلنا وعلى جوانب الحياة الأخرى، جانب اجتماعي، جانب الأسري، جانب الصحي إلى غير ذلك. وبالتالي إذا شفنا هذا الهدف حققنا أشياء إيجابية في هذه الأمور، وبالتالي هنا نقدر نضع خطة للوصول إلى الهدف. طيب هل في ترتيب للأولويات بالنسبة للأمنيات؟ يعني في أولويات، يعني ضمن إنسان في عنده دراسة وعنده تحقيق نجاح في العمل وعنده كذا، فأولويات يعني بما نبدأ في رأيك؟ والله بالفعل هي فيها أولويات، الخطة لديها أولويات. وبالتالي الخطة يعني نقسم الخطة إلى خطوات فلابد أن نخطط للخطوة الأولى أولا. إذن أنت ماذا تستطيع أن تفعل الآن لخدمة هذا الهدف أو هذا المشروع؟ وبالتالي وضع خطة للمرحلة الأولى. ليس بالضرورة للوصول إلى الأهداف أن نمتلك خطة من البداية إلى النهاية، تكفي خطة لمرحلة الأولى. أكيد. أوكي. إذا قسمنا الهدف إلى مراحل وتفكيرنا يكون في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية لا يمكن التخطيط لها إلا بعد أن نتخطى الخطوة الأولى، لأن بتخطينا الخطوة الأولى ستتضح بعض المعطيات الجديدة والمستجدات، من خلالها بإمكاننا أن نضع خطة للخطوة الثانية. نعطيك مثال يا سيدتي، فنجد مثلا أن الإنسان سيارة يصل إلى 100 متر، صح؟ نعم. فأنت الآن عندما تريد السفر إلى مدينة وهران، من العاصمة إلى وهران فيها 400 كيلومتر، فأنت لا تحتاج إلى الضوء فيها 400 كيلومتر لتذهب إلى وهران. ف100 متر هذه تضيء لك مسافة 100 متر، ثم كلما تقدمت رأيت 100 متر جديدة، فأنت رأيت كل ما هو موجود بين الجزائر ووهران بمئة متر فقط، فأنت لا تحتاج إلى الضوء إلى يصل إلى وهران. هكذا هو التخطيط الاستراتيجي. فالإنسان يكفيه أن يعرف المرحلة الأولى، ولهذا كثير من الأمنيات كما تفضلت بقيت حبيسة الأفكار، لم تتجسد على الواقع. لماذا؟ لأننا نعتقد خطأ
بأن لابد أن نملك خطة من البداية للنهاية، وهذا خطأ. بالفعل بالفعل، المهم الانطلاقة هي تكون موفقة، والأكيد اللي يتوكل على الله، اللي يتوكل على الله أكيد سيصل. سيصل بالفعل، وهذا ما أشار إليه العربي بن مهيدي حين قال الثورة لم يخطط لها من بداية إلى نهاية، قال أرميها للشعب وسوف يحتضنها الشعب، إلا الله الآن الله. الفكرة في الواقع مثل كرة الثلج، ترميها في الواقع ثم تتحول وتتبلور وتعطي أشياء أخرى وتكبر وتنمو عبر الواقع وليس عبر الأفكار، وهذا ما يسميهم المفكر الجزائري أصحاب الهوس الفكري. فيقول نعم عن في مشكلات الثقافة، يقول مشكلة المثقف العربي أنه بقي يفكر في عالم الأفكار ولم يجسد على الواقع، يعني لم يجسد الأفكار على الواقع، لم يرى في تطبيقها شيء، وإنما فقط هي مجرد هوس فكري. فقال الذين أخرجوا فرنسا، أخرجها سي الحواس وقد كان حدادا، إذا لماذا؟ لأنك أفكارهم ترمى مباشرة في الواقع، لكن بالفعل لما تبقى الأفكار حابسة الأدراج والرفوف في المكتبات هنا تكون المشكلة. بارك الله فيك، جزاك الله خير، ومثل هذا الكلام إن شاء الله يعطينا انطلاقة، ولكل من يستمع إلينا الآن شكرا. انطلاقة جديدة إن شاء الله مع بداية هذه السنة الطيبة. وفقك الله أخ عبد الحميد ماضي، شكرا على تدخلك في هذا الموضوع، وكل شكرا عام شكرا، الله بارك الله فيك، وتحية للمستمعين الكرام.